شاء الله هنعمل مع بعض الكاستر بالجيلي بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكاستر بالجيلي بطريقة سهلة جدا. المقادير اللي معايا كوبايتين لبن حليب ومعلقتين كبار كاستر، كل كوباية لبن عليها معلقة كبيرة كاستر، ومعايا 4 معالق سكر أو السكر حسب الرغبة. ده بالنسبة لمكونات الكاستر، ومعايا كيس جيلي. نبدأ كده ونسمي على بركة الله. أول حاجة هنعملها هنعمل الكاستر. بسم الله. هجيب كوبايتين اللبن الحليب وهحط عليهم معلقتين كبار كاستر بمعلقة الأكل أو معلقة الشوربة و4 معالق سكر، كله على البارد. هقلبهم كويس قبل ما ارفعهم على نار هادية. الكاستر هنا عامل زي النشا، بيربط بسرعة، بس لازم نقلب على البارد. انا بستخدم الكاستر العلب اهو، العلبة دي ب8 جنيه، دي اوفر من الاكياس. الكيس ب2 جنيه بيعمل مرة واحدة، انما العلبة هتعمل معاكي اكتر من مرة. هقلبهم كويس على البارد، هرفعهم على نار هادية وهفضل اقلب لحد ما الكاستر بتاعي يتقل ويبقى عامل زي المهلبية. رفعت الكاستر بتاعي على نار هادية، هقلب لحد ما يتقل معايا ويديني قوام المهلبية. لازم النار تبقى هادية عشان الكاستر يستوى ويتقل. هفضل اقلب لحد ما يتقل معايا وبعدين هوريه لكم. الكاستر بتاعي تقل زي ما انتم شايفين، وانا بقلب فيه على طول باستمرار عشان ما يكتلش مني. خلاص كده هطفي عليه، حلو قوي القوام ده، وهصبه في الكوبايات او في الكاسات اللي هعمل فيها. هصب الكاستر بتاعي في الكوبايات او في الكاسات وهو سخن، لازم وهو سخن عشان ما يعملش قشرة. بسم الله. هسيبه يبرد وهدخله التلاجة يتماسك، وبعدين اعمل الجيلي. هنعمل الجيلي مع بعض. معايا كيس جيلي فراولة ومعلقتين كبار سكر، كوباية مية سخنة مغلية وكوباية مية باردة. اول حاجة حط كيس الجيلي وعليه معلقتين السكر، لو مش عايزين تحطوا سكر براحتكم، بس انا بحب احليه. اول حاجة هدوبه في كوباية المية السخنة، هدوبه كويس، وبعد ما يدوب هضيف له كوباية المية الباردة. دي مية باردة من التلاجة. خلاص الجيلي بتاعي داب، هنزل بكوباية المية الباردة هقلب. هسيب الجيلي بتاعي 5 دقايق كمان يبرد خالص قبل ما احطه على الكاستر. خلاص الكاستر بتاعي جمد، طلعته من التلاجة والجيلي بتاعي برد. هصب الجيلي. لازم تصبوا الجيلي يبرد خالص والكاستر يمسك في التلاجة. اهو يا حبايبي، بعد ما صبيت الجيلي على الكاستر هسيبه يجمد في التلاجة وبعدين هوريه لكم. اهو يا حبايب قلبي، الكاستر بالجيلي بعد ما طلع من التلاجة، بصوا شكله جميل ازاي. انا زينته بالكريم شانتيه وحطيت عليه كريز. لو عجبتكم طريقة عمل الكاستر بالجيلي بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.